على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. فالمتدينون كثيرون، ولكن اللي يتمسكون بالدين الصحيح قليل. انتبهوا لهذا. تأخذ الإسلام بالتقليد ولا بقول فلان وقول فلان، تأخذه من الكتاب والسنة، وذلك بالتعلم، ما هو بالقراءة أنك تقرأ على نفسك. لا، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا الدين الصحيح. قال الله قال رسوله قال الصحابة، قال الصحابة هم أولو العرفان، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان؟ تقول قال الرسول يقول كذا وفلان يقول كذا، وفلان رجل وداعية وعالم وعليه من الأبهات، لكنه ضال والعياذ بالله، ما له قيمة عند الله. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان؟ خذ النصوص واترك آراء الناس، لكن ستصبح غريبا بين الناس. اصبر، اصبر على دينك وعلى قول الحق.